الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية تستعرض مبادراتها لتطوير العمل الميداني وتجويده. أقامت الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية بوزارة التعليم اللقاء الإلكتروني 11 لمديري ومديرات أقسامها بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة، وذلك في إطار التعاون بين الأقسام الإدارية المختلفة للتجهيزات المدرسية وممثليها في وزارة التعليم. تطرقنا اليوم إلى 7 محاور جيدة ومناسبة تعزز العمل في التجهيزات المدرسية، منها أمور مالية وأمور فنية تطرق لها أصحاب الاختصاص من مدراء ورئيسات أقسام التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم في إدارات التعليم لهذه المحاور، وتم البحث معهم والتشاور حول آليات العمل. أكد اللقاء على أهمية التعاون وتكامل الجهود، كما استعرض أبرز الإنجازات والتطلعات التي تهتم بها إدارة المختبرات وتقنيات التعلم، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات المدرسية وتحديدها. كان في السابق حقيقة يتم عقد لقاءات مباشرة سواء في إدارات التعليم أو في جهاز الوزارة، ولكن في الآونة الأخيرة بعد وجود نظام لقاء تم عقد اللقاءات هذه عن طريق نظام لقاء. أهم المبادرات التي تقدمت بها بعض المناطق المشاركة كان لها نصيب في الطرح، والتي تهدف إلى الاطلاع على التجارب وتطويرها. مراكز مصادر التعلم فهي تعتبر النبض الحي في المدرسة، لذلك تم تكوين فريق عمل لتطوير مراكز مصادر التعلم، ويتضمن أعضاء متميزين ومشاركين ومنفردين لتحقيق التطوير والتحسين وفق رؤية التحول الرقمي والتغيير 2030. انطلاقا من أهمية التواصل ومشاركة الميدان بالرؤى والأهداف، فقد تم بناء هذا اللقاء على أسس من الشراكة لاستثمار الطاقات وسعيا لتكامل الجهود والوصول للكفاءة النوعية، والتي تنوعت من حيث الخبرات والتوجهات من الإداري إلى التعليمي ومن الوزارة إلى الميدان، والتي ارتبطت مستشعرة أهمية دراسة الواقع وتطلع للمستقبل برؤية التغيير والتطوير. يأتي تميز التجهيزات المدرسية بتميز إداراتها. لقناة عين، بدر الدوسري، الرياض.